ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، نسأل الله أن يديمها ونسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا، نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، ويجعلنا من يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. أرفع الناس منزلة هم العلماء، وأسرع الناس نجاة هم العلماء حتى ولو زلوا، وأيضا أعظم من ترتكز عليهم الأمة نصرة ورفعة وتقدما هم العلماء. إنما العلماء هم ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافي. ولا يزال العالم عالما ما جد في الطلب، ما أن توقف إلا وقد قل وقل معيار ما عنده من العلم، لا سيما وأن الازدياد العلم يثبت ويزداد بكثرة الممارسة. اليوم إن شاء الله نفتتح كتاب التفسير، وعلى الغد إن شاء الله ننتهي منه، ويبقى في صحيح مسلم كما قلنا الإمارة فقط، ويكون كل صحيح مسلم بفضل الله رفع الله قد انتهى. اللهم يسر علينا إتمامه يا رب العالمين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب التفسير. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع ثقة من رجال الصحيحين كما مر علينا كثيرا. قال: حدثنا عبد الرزاق. الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، وهو من الثقات الأثبات، شيخ لأعلام أهل السنة والجماعة كأحمد بن معين وأحمد بن حنبل وابن مهدي. عامة عبد الرزاق فيه شيء من التشيع، عمي فتلقن، ولكن في الجملة فهو ثقة ثبت صاحب المصنف روى له الجماعة. قال: حدثنا معمر. معمر بن راشد البصري الأزدي اليماني، وكما قلنا ثبتوه في اليمن عندما زوجوه، قالوا يعني هذا العلم لا يمكن أن يذهب عنه، وحديثه باليمن كما قال علماؤنا أعظم وأقوى من حديثه البصرة، لأنه في اليمن معه كتبه يجلس بواسط الطلبة فيكون جاهزا فلا يخونه الحفظ. أما في البصرة فكان يحدث من حفظه، وتعلمون أن الحفظ خوان، روى له الجماعة، وقيل هو أثبت الناس في الزهري أو من أثبت الناس في الزهري، وقيل غير ذلك. نعم. قال: عن همام بن منبه الثقة النبيل الصنعاني أيضا، وهو من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة. أستاههم، آه ماشي، أستاههم، وقالوا حبة في شعرة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عمرو بن محمد بن بكير. عمرو الناقد طبعا كما مر علينا كثيرا روى له الجماعة. والحسن بن علي الحلواني أيضا مقرورا به، وهو ثقة ثبت كما بينا قبل ذلك روى له الجماعة. وعبد بن حميد. عبد حميد هذا فحل الأساطين المحدثين روى له الجماعة. قال: عبد حدثني، وقال الآخران: حدثنا يعقوب يعنون بن إبراهيم بن سعد، من الثقات من رجال الصحيح. قال: حدثنا أبي، هو إبراهيم بن سعد وهو من الثقات وأوثق من ابنه روى له الجماعة. عن صالح وهو ابن كيسان وهو من الثقات أيضا. عن ابن شهاب الزهري، وهو أول من دون الحديث بأمر من عمر بن عبد العزيز، وهو أمير المؤمنين في الحديث، كان مدلسا، والتدليس يغمر في بحر روايته، كان واسع الرواية جدا. قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه. الزهري أنس بن مالك ده علاقة في الموطأ، أنت تعلم أن أعظم ما تجده في المسند الثلاثيات في الموطأ، لأن أحمد فوقه، مالك فوقه بإيش؟ بطبقة أو بطبقتين، لأن مالك شيخي، ومالك عنده ثنائيات في الموطأ كثيرة، أمثال إيش؟ مالك عن نافع عن ابن عمر ثنائيات، أيضا مالك عن الزهري عن أنس ثنائيات
في الموطأ. نعم. فالزهري يروي عن أنس، وتعلمون أن الزهري من صغار التابعين، لم يلقى كثيرا من الصحابة، ولكن هو يروي مباشرة أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرني أنس بن مالك أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب. أكثر عنه الإمام مسلم، وقد قلنا والتكرار يعلم الشطار وبه الاستقرار، أن الإمام مسلم أكثر عن ثلاثة: عن عبد الرزاق، صحيح، عن يحيى بن يحيى، وهو أبو زكريا النيسابوري، والثاني أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، والثالث زهير بن حرب وهو أبو خيثمة. قال: ومحمد بن المثنى، مقرونا بمحمد بن المثنى، وهم من الثقات الأثبات، شيخ لأصحاب الكتب الست. قال: واللفظ لابن المثنى، وهذا من بديع تصنيف الإمام مسلم، يبين لك اللفظ لمن. قال: حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي له على الأمة منا، يعني من أعظم المنن، ألا وهي أنه كان السبب الرئيس في كتابة الرسالة، طلب أصولا أو جامع الأصول من الإمام الشافعي، فلما كتب له الرسالة، طبعا كتبها مرتين، لما كتب له الرسالة كان يقول: ما تركت سجدة إلا وأنا أدعو للشافعي. عبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان قرينان، وكان من الفضل بمكان، لكن اختلف في إيش، من الذي قال عن عبد الرحمن المهدي متساهل؟ فعبد الرحمن بن مهدي هو يعني كان معتدلا في الكلام على الرجال، يحيى بن سعيد القطان كان شديدا، يعني يجرح بغلطة، فكان شديدا، ولذلك لو تعارض يحيى بن سعيد القطان مع عبد الرحمن المهدي في القول، هذا عدل وهذا جرح، يؤخذ بالتعديل. وطبعا أصلا لقواعد تأصيل الجرح والتعديل أنا نستشرف لها من الدورة غدا بعد الجمعة إن شاء الله، إنه إذا تعارض الجرح مع التعديل بنقول لابد الجرح يكون إيش، مفسرا، وهذا أيضا خاضع للقرائن المحتفة، ليست المسألة على هذا فقط، لأن القرائن المحتفة التي تثبت ذلك. نعم، تفضل. قال: حدثنا سفيان. سفيان طبعا سعيد قتل عبد الرحمن المهدي، وسفيان هو سفيان من؟ سفيان الثوري. سفيان الثوري، سفيان الثوري هو إمام من أئمة المسلمين، بحر في الرواية، أمير المؤمنين في الحديث، قال عنه شعبة: لو اختلفت أنا وسفيان فقدموا سفيان. عن قيس بن مسلم، وقيس بن مسلم الرجال الصحيح من الثقات الأثبات. عن طارق بن شهاب، ماشي مرر، أن اليهود قالوا لعمر رضي الله عنه: إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لا أعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت. أنزلت بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. جزاك الله خير. من هذا علم التفسير، هو من أعظم العلوم نفعا، وعلم التفسير يعني شرفه يعرف من شرف ما ارتبط به، وهو ارتباط بكلام الله جل في علاه، وهو أشرف الكلام على الإطلاق، لذلك اعتلى ابن عباس رضي الله عنه مقدمة العلماء بهذا، عندما ضمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان بحر التفسير، وكان حبر هذه الأمة، بل ولقب بترجمان القرآن. وأصول التفسير كما بينا قبل ذلك، نراجع للإخوة تأسيسا، التفسير أفضل التفسير على الإطلاق، تفسير القرآن بالقرآن، هذا أفضل التفسير على الإطلاق. ومن المعاصرين الذين رفعوا هذا اللواء هو الإمام الشنقيطي، لا سيما كتاب أضواء البيان، وهذا من أمتع الكتب التي كتبت في هذا، هو تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بقول الصاحب، ثم ذلك الاجتهاد باللغة. فهذه ضوابط وأصول التفسير في هذا الباب. الآن نرى بأن التفسير جاء هنا تفسير بالسنة، هو الآن تفسير هو المرتبة الثانية، وتفسير القرآن بالسنة. فهو قال عن بني إسرائيل أنه قد قيل لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فدخلوا الباب على استهم، وأيضا قالوا حنطة، أو قالوا حبة في شعيرة، وهذا سنبينه، لأن اليهود هم ألعن أهل الأرض، هم القوم الذين غضب الله عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فاليهود هم ألعن أهل الأرض، قوم بهت، قوم جحود، قوم تعالي على الله جل في علاه وعلى الرسل، وأيضا قوم تحايل في هذا الباب كما سنبين إن شاء الله بعد الأذان. طيب، فاليهود
قوم متحايل يخادعون الله وهو خادعهم، حتى قال إبراهيم بن أدهم يعني يخدعون الله كما يخدعون كذا. فتعاملوا مع الله بالحيل، قد حرم الله عليهم الصيد يوم السبت كما قال الله تعالى ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كان اختبار وفتنة من الله جل وعلا. فكانوا ينصبون الشباكة يوم الجمعة ويحصلون الحيتان يوم الأحد، وهذه مخادعة. ولذلك بيّن المسلم ودعا عليهم قال قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فجملوه فأذابوه فباعوه فأكلوا ثمن. شوفوا انظرونا، هذه فيها لفتات فقهية أعلى مما تكون. إيش يا أخ عمر في الأمر ده؟ قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فأذابوه فجملوه فباعوه فأكلوا ثمن. هو طبعا عندما يواجهون يقولون إيش؟ حرم الله علينا الأكل ولم نأكل. ها خلاص، هو الله تعالى قال لهم في 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 الضرائب أكلتموه، هذا أكل، وهذا اسمه تنزيل اللازم بالملزوم. لما؟ لأن الفرع هو أصالة مرتبط بالأصل، فالفرع عند عدم وجود الأصل يكون أصلا، نزل منزلته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكلوه فأكلوا ثمنه، فسماه أكلا حتى لا يتنطع أحدهم يقول حرم علينا الأكل ولم نأكل. لا، أنتم أكلتم ثمنه، أكلتم ثمنه فهو أكل، ففي حقيقة الأمر الأكل. ولذلك علماء قواعد الفقه يعني استنبطوا من ذلك القواعد في القاعدة المهمة جدا، العبرة ليست بالألفاظ ولا المباني، بل العبرة عن إيه؟ على إيش؟ ها، على 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 الحقيقة والمعاني، المسألة على الحقائق. يعني كما قال صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يستحلون الخمرة يسمونها بغير اسمها، مشروبات روحية، بيرة، ماء شعير، ماء عرق، المهم أنها في النهاية تصل إلى السوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل مسكر خمر وكل خمر حرام. الغرض المقصود أن هذا من التحايل الذي وقع فيه اليهود، وهذا أشد عند الله جل في علاه. كفي زماننا من أهل ديننا وملتنا ما يفعلون ذلك بما يسمى بالمصارف الإسلامية، ففيها بعض الأعمال التي فيها التحايل على مسألة المرابحة في بيع السيارات، وهذا الباب غير مكتملة الشروط ولا الأركان، فيدخلون فيما دخل فيه أهل الربا في هذا الباب، لكنه من الربا المقنع الذي يبغضه الله جل في علاه، وليس الربا الصريح الذي يكون عليه الحرمة الظاهرة لكل القاسي والداني. لكن عندما يعمي يكون الجرم أعظم عند الله جل في علاه. وهم قوم كما قلنا قوم تحايل، أيضا هم قوم تجرؤ على الله جل في علاه، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهم قوم تحريف، ولذلك هم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل زنى بامرأة وكان شريفا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كيف تجدون في التوراة، فقالوا الجلد والتحميم، حرف يحرفون الكلمة عن مواضيع، قالوا الجلد والتحميم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فلما تلوا التوراة وضع يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام يا لكع ارفع يدك يا لكع، فرفع يده فقرأ آية الرجم فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. فهم قوم بهت، قوم تحايل، قوم تحريف في دين الله جل في علاه، هم أول من حرف دين الله جل في علاه. لذلك هنا الله تعالى أمرهم قال ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا الباب على مقاعدهم وقالوا حنطة يعني حبة في شعر، فبدلوا قول الله جل في علاه، والمعنى قولوا حطة يعني ادعوا الله جل في علاه أن يحط عنكم خطاياكم. يعني شوف الله تعالى يمهد لهم ليغفر لهم وليتوب عليهم ويتجرؤون على الله جل في علاه. فقالوا حنطة استهزاء، فهم الآن وقعوا في الكفر مرتين، أو وقعوا في الجرأة على الله مرتين. المرة الأولى تحريف الكلمة عن مواضيع، وتحريف الكلمة عن مواضيع كفيل بإدخالهم النار والخلود فيها. ثم بعد ذلك الاستهزاء لما يقول الله تعالى ادخلوا الباب سجدا يدخلون على مقاعدهم، هذا فيه استهزاء، فوقعوا في الكفر مرتين تحريفا واستهزاء، نعوذ بالله، والاستهزاء كفر مستقل. قال الله جل في علاه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فقالوا حبة في شعرة
وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه. وإذا ظهر ظهر للناس قاطبة كيف أن اليهود هم ألعن أهل الأرض وهم أعدى أعداء الإسلام، فلما نأتسي بهم ولما نستن بسننهم ولما نسير على سيرهم ونهجهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ثم في رواية أخرى قال ولو ورد فيهم من ينكح أمه لوجد في أمتي من يفعل ذلك، وقد وقع، ولله وإلى الله المشتكى. وذلك أنت ترى الاتباع والانقياد والانصياع لليهود هو الذي دمر العالم، مش دمر الأمة، دمر العالم بأسري. هذه أمة مغضوب عليها، الله تعالى لا يغضب الله جل في علاه عليهم، فلا فلاح معهم ولا سداد بحال من الأحوال. والحديث الثاني بأن الوحي لم ينقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، فعرض عليه القرآن مرتين، فالوحي لم ينقطع عن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الممات، موصولا الأمر بينه وبين جبريل عليه السلام حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خير النبي صلى الله عليه وسلم بين الدنيا وبين الآخرة. وتسمع عائشة ويقول اللهم رفيق الأعلى اللهم رفيق الأعلى اللهم رفيق الأعلى. وهذا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خطب على المنبر وقال خير امرؤ بين ما عند الله جل في علاه وبين أن يكون في الدنيا، فقال فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر بكاء عظيما وقال يعني فداك أرواحنا وأباؤنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال الصحابة ولما يبكي؟ رجل خير بين ما عند الله وما في الدنيا، فاختار ما عند الله، فله أن يختار. فلما مات رسول الله قال علمنا أن أن أبا بكر كان أعلمنا وكان حقا هو الأعلم من الصحابة. الحديث الثالث وهو أيضا في اليهود، اليهود قوم حسد يحسدون الناس، كما قال الله تعالى وبين ذلك في سورة البقرة أم يحسدون الناس في سورة النساء أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل، فيحسدون الناس. فقالوا لعمر أنتم نزلت عليكم آية لو كانت عندنا نحن معاشر اليهود لاتخذناه عيدا. قال إني أعلم أين نزلت وفيما نزلت أو قال وقت ما نزل، كان لي عشية عرفة عيده الآن عشية عرفة وأيضا يوم الجمعة يعني عيد الجمعة وعرفة وأيضا نزول هذه الآيات العظيمة. قال اتخذناه عيدا والله تعالى جعله عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية لو وقفنا معها طويلا لن نكتفي، ولكن من أجل عرس أخينا ومن أجل ألا نطيل على الناس في الصلاة أشير إشارة من الأهم بمكان، لو وقفنا مع هذه الآية لابد أن نقف معها دقيقة واحدة في مسألة مهمة. ما هي؟ كل شيء يزيد وينقص وموقف. طب وقف، كل شيء يزيد لابد أن ينقص، ممتاز تفضل. الآية تشير إلى ذلك. هذا بقى هذا الجهل المركب الذي أنت فيه، تفهم السؤال خطأ وتجيب خطأ. لما؟ أنا أسألك لما أجب يا عمر؟ لما؟ عشان تغيبت، ولأن العلم لا يصح فيه إلا الاستمرار. كم وكم من الأمم الجهلة ويحسبون أنهم إيه؟ أنهم على علم. لما؟ بسبب هذه المسألة. تريد أن تكون أبا شبر؟ أن الدين قد يكتمل، قد اكتمل فلا يحدث، ممتاز. لكن أنا أريد أمرا أعظم من ذلك وأجل قدرا. أستاذ المدرسة اللغة الإنجليزية بتفكر الآن، الرجل هذا هياخد عمره كله يفكر. لما؟ لأنه بيتقاعس دائما. الإيمان يزيد وأنقص. طبعا رضيت لكم الإسلام دين الشطر الثاني، لأنه لا دين يقبل عند الله إلا الإسلام. خطأ أن يقال أن في أديان أو في دين، لا، هذا خطأ مبين. إن الدين عند الله الإسلام. الحق بأن هذه الآية آية عظيمة جدا لأمر جلل أنا أريده الآن، هو الذي أتكلم فيها. النبي صلى الله عليه وسلم أخر الأنبياء، ما هذا يعني بأدلة أخرى منفصل. الله والمشرع، ممتاز. لا خلاص ما وصلتم. تم الرسالة. طب خلاص مش هتيجي يا عمر، خلاص فضل. كمال النعمة بالعلم بما أنزل القرآن. ها لا 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 استسلام. خلاص أقول لكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دلالة على أن الدين صالح لكل زمان ومكان.
وهذه الأهم في هذه الآية، دلالة واضحة جلية على أن هذا الدين صالح لكل زمان ومغبون مفتون مأفون. الذي يقول بأن هذا الدين وتشريعات الإسلام للجمال للصحراء، ليس لعصرنا لوقتنا الحاضر المعاصر، بأننا في تقدم عظيم. هذا الدين دين الإسلام، دين صالح لكل زمان ومكان. شريعتنا شريعة غراء، استوعبت كل شيء كل شيء، حتى ولو قلت الهاتف نعم استوعبت كل شيء. ما من شيء ائتني بأي محدث أمامكم وأنا أتيكم بالدليل من كتاب الله جل في علاه، وإلا ما أعلم نرجع لمن هو أعلم يأتينا بالدليل. وهذا الكلام كلام الإمام الشافعي، قال ما من نازلة، وهذا على التعميم في كل زمان ومكان، قال ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لذلك نحن نقول الآن توسعة مسألة سعة الشريعة بمقاصد الشريعة، والكلام على المقاصد وأصول التشريع والكلام فيه واستعب كل الحوادث والنوازل، فهذا يأتي للعالم العالم النحرير. لذلك هذه الآية تلجئنا إلى أن نبين أن مكانة العالم في هذه الأمة كصمام الأمان، لأن النوازل والحوادث لا يستطيع أن يستنبط ما لها من تأصيل شرعي في الشرع إلا العالم الراسخ. أما الذين يعني يتصدرون بغير علم، أو الذين يتشبهون بالعلماء، أو يلبسون أثواب العلماء وليسوا كذلك، هؤلاء أضاعوا الدين وأضاعوا الدنيا. ورحم الله ابن تيمية عندما قال أضاع الدين والدنيا أنصاف أربعة، يعني وطبعا اللغة ضاعت بنصف لغوي، يعني الأنصاف المكتملة هو هذا؟ طيب اللغة تضيع بنصف لغوي، الطب يضيع بنصف طبيب صحيح، وأيضا الدين يضيع بنصف فقيه. إذا كان من أنصاف طلبة العلم لا يستطيع أن تتكامل عنده النظرة الصحيحة، فتصدر كثير، لم يقل الكل، تصدر كثير من الأنصاف الذين يهرفون كثيرا بما لا يعرفون، ويتكلمون في عضل المسائل، في المسائل القوية التي لا يتكلم فيها إلا من رسخ وتضلع العلم، يتكلفون في الكلام فيها، وهم على الضعف المكان، وهم على الوهن بمكان. لذلك لما يقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذه لابد أن تقول لازمها وجود العلماء الراسخ، وجود العلماء الراسخين الذين يستنبطون الأحكام في النوازل والحوادث. قال الله تعالى في علام ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم، هكذا الرجوع إلى العلماء، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، هذا جزئية في الشريعة معروفة للجميع، الحلال بين، ما أحد في الشارع وتسأل عن الخمر إلا يقول لك حرام، الحرام بين، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكروني، لا يعلمهن كثير من الناس، هذا منطوق المفهوم، ما يعلمهن إلا إيش؟ القليل، والقليل قليل، وقلة داخل القليل، وقلة القلة داخل القليل، لعلمه الذين يستنبطونه. لذلك لما قال الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه آية عظيمة جدا، الهم فيها في هذا الباب أن 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 هذه الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان، وما من نازلة إلا في كتاب الله، علمها من علمها وجهل من جهلها، ولا يعلمها إلا الراسخون في العلم، وهم في ندرة في قلة، لكن لم تنعدم، لأنها لو انعدمت ضاعت الأمة وضاعت الدنيا بأسرها، لقول سلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزاعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. وهذا الذي نعيشه الآن، كثير وكثير كثير ممن يتصدر ويفتي ويتكلم في عذر المسائل تمس الأمة وهو لا علم له ولا حتى تغذية راجعة، بل لم تتكامل عنده أصول الأصول الثلاث، لم تتكامل عنده أصول الاعتقاد. لذلك الخلل عظيم جدا في الكلام، للخلل في الاعتقاد. لا يعلمون كثير من الناس، بل يعلمون قليل من الناس، والقليل هؤلاء في قلة كما قلنا. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله عنا خير الجزاء. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،
ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.